فعلا هدف يفتتح اهداف هذه المباراة، بالتالي يمهد الطريق ويجعل الطريق ايضا يعني اكثر سهولة لمرمى منتخب برناي، لانه بيعطي ثقة. كرة عالية، هدف، جول جول جول. ياسر سالم، ياسر سالم الهدف السادس. الشوط الاول بعد كره ايضا من عبد السلام الى فهد مسعود، فهد مسعود بيرسل كره عاليه في مكان سليم، تواجد جميل لياسر سالم، بالتالي ياسر سالم بيحطها بقدمه اليمنى في مرمى منتخب برناي، الهدف الاول لمصلحه المنتخب الاماراتي الوطني. برافو الابيض الاماراتي، برافو ياسر سالم. هدف روسلان، ضربه ركنيه، عبد السلام، محمد ابراهيم، كرة عالية من محمد ابراهيم، هدف ممكن، هدف، جول جول. برافو ياسر سالم، برافو ياسر سالم، ياسر سالم، ياسر. فعلا بيعرف وبيدل طريق مرمى منتخب برناي، فعلا بيحطها ياسر سالم فعلا ما بين مدافعي منتخب برناي، بيسجل الهدف الثاني بالنسبه له بعد كره ايضا من محمد ابراهيم. عبد السلام جمعه الى محمد ابراهيم مره ثانيه، عبد الرحيم بيحط راسه فيها وبيكملها ياسر سالم في مرمى منتخب برناي، هدفين لمنتخبنا الوطني مقابل لا شيء لمنتخب برناي. ياسر سالم، كرة للأمام، عبد الرحيم، فيصل خليل، كرة مستمرة عالية هذه للأمام، ياسر بطول الكرة عليه، بالتالي بيرسلها إلى حيدر العلي، والله ما طالت عليه، تحولت إلى حيدر العلي، حيدر العلي بيرسل كرة للأمام، جول جول. وبيفك النحس اللي هو سعيد الكاس، الكاس الفاء الكاس فعلا. الوطني كرة حيدر العلي بيستثمرها بشكل جيد سعيد الكاس، وبيحطها صعبة تماما على حارس مرمى منتخب برناي، بين ثلاث أو أربع مدافعين منتخب برناي، بيتقدم وارتقاء جيد لسعيد الكاس اللي بيحط رأسه في اللعبة الماضية مدافعين، وشايف معتز واقف لوحده في النصف الثاني من الملعب، شايف كل لاعبين المباراة الآن متواجدين في النصف الثاني في ملعب منتخب برناي، فعلا بيلعب كمدافع او مدافع بحت ايضا، 12 او 11 لاعب اللي بيملكها كلها موجوده موجودين هنا. محاوله، جول جول. فيصل خليل، فيصل خليل لما عاد الى مكانه الاصلي سجل هدف، سجل هدف. شوف هذه اللي كنت اتكلم عنها، عودة حميد فاخر لمكان فهد مسعود، ذهاب فيصل خليل في المقدمة، بالتالي هذه خطورة فيصل خليل الواضحة تماما، بيسجل الهدف الرابع في مرمى منتخب برناي، وبيعطي التقدم وبيزيد عدد الأهداف في مباراة اليوم.